شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. عني. ايوه ده السعيد اللي انت عملته ده، انت اتجننت. اول مره عديتها قلت يمكن مش قصده، لكن قبل دقيقه ما تعدي بتطلع منك لعينه تاني. اعوذ بالله بنت الاسوء، قول ولا بتاع كده برضه. شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارميك ورا المحل زرق بيت الكلاب. خد صوتك، ان الصفوان الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانه، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا بقى. لو في نصيب مش هيبقى قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقعد انت شايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس. ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟
ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه. انا هكلمك عن نفسي انا، انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصايه. ومين اللي ماسك العصايه بقى، القرد ولا القرادات؟ انا اسفه صفاء، امال الحكايه كشفت ازاي؟ ازيك يا غالية يا بنت الغاليين؟ اتدورت؟ خدودك بقت موردة زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفة رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله أكبر عليه، أمين شرطة في مباحث المديرية، شهم وجدع وخدماته مغرقة الناس كلها. أيوة ماله يعني؟ يا صفاء عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المديريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايفه ان عريس لقطه، اتجوزيه انت. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد جختي اللي انت ماسكه فيه ومتبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك انه هيتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانت ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها هي الاماره. علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. وقال انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني